السلام عليكم مشاهدينا الكرام، صحة فطوركم وصحة رمضانكم. مرحبا بكم في أول عدد من حصتكم أخبار الزنقة. قبل أن نبدأ نشرتنا إليكم هذا الفاصل ونعود. ولي 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 ما تنساش أبوني زينوك تروادي. مرحبا بكم من جديد. كريمو الجنين الأزرق أو كما يلقب كريمو الذي يتكلم مع كل الحيوانات وكل الكائنات. لا نطيل إليكم، تابعوا لنا هذا التقرير لزميلي حنيتة زين الدين، تابعوا معنا. كريمو شاب من شباب الجزائر. كريمو شاب واعي تمكن من اكتشاف علاج ولقاح سري وسحري. كريمو قام بعدة جولات في عدة مدن دولية. كريمو تأتيه الأفكار أينما حل وأينما كان. كريمو النابغة، كريمو العبقري، كريمو درس في معهد بوتنهاغن. كريمو تمكن من التكلم مع الحيوانات، مع الحشرات ومع الكائنات الحية والنباتية، أو كما يلقبه البعض الجني الأزرق. كريمو من أنت؟ كريمو جزائري عنده 20 سنة، خادم الطب، وهذا الطب كورونا وسيد في لي بارون ماتوا، سيد في الزوجة ماتت. من بعد قلت هادي ما تخرجنيش، قلت له غدا للحيوانات، روحت القطوطة مات، روحت الفيران وقعت واحد باقي لي دروك الشارع، وانتوما تجيرو في هاد الشارع. طبيب راكم كورونا با 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 كاين الدواء نعقبك بالاخرين. تشرب خويا، ما تغافش ما تغافش، مليح مليح مليح. مات تيليك داوي كورونا وكاع. انا هو راني مريض خي. اروا خويا عندك كاين كاين كلشي دوك نكملك. واه خويا عطيني بالوحدة، عطيني بالوحدة خويا، عطيني بالوحدة. بالوحدة خويا. شوف خويا. شت هذا؟ راه عندك لاسيونس ميتو، تبع لنا سونترال. كم مريض؟ شوية وا. لا غريب؟ لا 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 زيك. كاين الدواء؟ راني عاقل من ديتي برمي، ديتي سنترال، تخدم في ستادي، تلعب في ستادي، أروح نوريك أنا كي داير الدكتور. واو يا للروعة، كريمو حقا طبيب في مجالها، كما شاهدتم هذا التقرير لزميلي المبدع. نتمنى من السلطات الفعلية التي تشاهدون الآن أن تقوم بأخذ كريمو بعين الاعتبار، لأنه يعتبر فنان في مجاله. وبهذا نصل إلى نهاية نشرتنا الخاصة لهذا الخميس. وردنا خبر عاجل، كريمو قام بعادته السرية التي تتمثل في الهجرة إلى أوروبا، وقام بالاحتكاك بطبيبات والأطباء الأوروبيين واكتشف علاج لفيروس كورونا. نعم زميلتي، لدينا صور حصرية كما تتابعون، فرحة هستيرية للأطباء. وفي الأخير كريمو شكرا ولد بلادي، فرحنا وفرحت الجزائر، وللأسف أغلب الأطباء يقومون بالهجرة خارج الجزائر. موعدنا الخميس القادم إن شاء الله على الساعة 10 ليلا في قناتكم زينو طروادي. لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس.